ما هي أقل درجة حرارة سجلت في العالم؟ درجة الحرارة هي مفهوم فيزيائي ويعبر عن كمية الحرارة التي يحتويها الغلاف الجوي وسطح الأرض، ومؤشر يوضح حركة ذرات الأجسام الموجودة في الكرة الأرضية. ولدرجة الحرارة علاقة رياضية تمكننا من إيجاد القيمة الحقيقية لها في جميع الظروف والاحتمالات، ويعبر عن القيمة المحسوبة من خلال وحدات معينة وهي الكلفن والسيلسيوس والفهرنهايت، وتعتبر درجة الحرارة مقياسا لحرارة وبرودة سطح الأرض. أقل درجة حرارة سجلت في العالم. سجلت الأرض أقل درجة حرارة لها خلال 32 سنة الماضية في قارة أنتاركتيكا، وهي ناقص 94 درجة مئوية سنة 2010، فيما يلي أكثر المناطق الباردة في العالم، والتي سجلت فيها أرقام قياسية لأخفض درجات حرارة. منطقة ناغيوكون في كندا سجلت درجة حرارة ناقص 63 درجة. منطقة أيس الشمالية في غرينلاند سجلت درجة حرارة ناقص 66 درجة سنة 1954. هناك أيضا في محطة كلينك للأبحاث في غرينلاند في منطقة القطب الشمالي سجلت درجة حرارة مقدارها ناقص 69.4 درجة مئوية. منطقة فيرخويانسك في روسيا وأقل درجة حرارة سجلت فيها هي ناقص 70 درجة مئوية. منطقة أويمياكون في روسيا وأقل درجة حرارة سجلت فيها كانت ناقص 71.2 درجة مئوية. جبل ميكنلي في ألاسكا وأقل درجة حرارة سجلت فيه هي ناقص 40 درجة مئوية. منطقة دوم أرغوس في أنتاركتيكا وأقل درجة حرارة سجلت فيها هي ناقص 82.5 سنة 2005.